شمس تتعرض لانتقادات وسخرية قاسية بسبب شكلها أثناء تعزيتها أمير الكويت. شاهدوا ماذا ارتدت. تعرضت الفنانة الكويتية شمس لموجة واسعة من الانتقادات والسخرية بسبب فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات إنستغرام، وفيه ظهرت شمس وهي تقدم للشعب الكويتي العزاء بوفاة الأمير الصباح الأحمد الجابر الصباح، وأشارت إلى أنها لا تعرف عادة التعبير عن مشاعرها في مواجهة أي مصاب كبير. يكون الموضوع كبير ما أعرف أعبر، يعني ما أعرف أعزي، ما أعرف بأمانة، ما أعرف أتكلم، ما أعرف، يعني أعرف أكتب، أعرف أعبر بالكتابة، بس في الكلام ما أعرف. وتابعت أنها تشعر بالفرح لأنها عاشت في زمن الأمير الراحل، وقدمت واجب العزاء لكل أفراد العائلة الحاكمة في الكويت ولكل الكويت وشعبها ولكل العرب. أبونا صباح الله يرحمه إن شاء الله ويغفر له، وهو عاش طيب وعاش محبوب ومات طيب ومات محبوب، ومن الأشخاص اللي الواحد يفرح انه هو كان في زمانه موجود. ما اعرف اعزي، ما اعرف، واكيد تعازينا لكل فرد من العائله الكريمه، عائله آل صباح، تعازينا لكل كويتي، تعازينا لكل عربي، تعازينا لكل انسان عرف بابا صباح. ولفتت شمس إلى أن الجميع أحب الراحل لأنه عاش بسلام ورحل بسلام، واعتبرت أنه لا وقت حاليا لإثارة الفتن والخلافات داعية إلى تعميق علاقات الأخوة والنسب. وبابا صباح الكل يحبه، الأرض تحبه، إنسان عاش بسلام ورحل بسلام. أما بخصوص الفتنة اللي حاصلة الآن من مشاهير ولا من ناس، يعني من جماهير ومن ناس عاديين، تعتقدون ان ذا وقته، يعني ان ذا وقت الحين كدول خليج في تآخي، في مخوة، في نسب، في صد، يقولون من عزانا ومن ما عزانا، ومن جا وما من جا، ويردون الناس عليهم العاديين، انت فيك وانت عليك، يعني تعتقدون ان ذا الحين فعلا يعكس اخلاقياتنا؟ يعني اللي الحين جالسين يجيبون سيرة مثلا ان التمثيل الرسمي في العزاء لسمو الامير، ما اول ما توفى سمو الامير الله يرحمه طلع بيان رسمي من 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 العائلة اعتقد. فالتمثيل الرسمي اللي حاصل لحضور الجنازة او العزاء هو حاجة متفق عليها بين الدول، فهذه أمور سياسية، أمور بروتوكولية، لا أنتوا تعرفونها ولا حنا، هذه حاجات كتب يتخاطبون فيها الدول قبل ما يصير. ورغم إظهار تأثرها إلا أنها تعرضت لموجة واسعة من السخرية والانتقادات، حيث أشار الكثيرون إلى أنه لا يمكنها تقديم العزاء وهي تضع المكياج الكامل. ومما جاء في التعليقات، طول الوقت أشوف براطمها، وصدق مكياجك هذا كلش ومتأسرة، وكنت تطلعين بدون مكياج كان يكون التعبير أكثر إيضاح، وما تعرفيش تعزين بس تعرفين تحطين مكياج في العزاء. تناقض.